عروض ميلان فاشن ويك ما زالت مستمرة، وكل يوم نشوف خطوط موضة جديدة في هذا الأسبوع تحديداً، واللي بيتميز بأنه جداً مودرن وأيضاً غير تقليدي. ومن أبرز الديزاينرز اللي قدموا كوليكشنز كان توك أوف ذا تاون هم فيندي وإمبوريو أرماني، اللي اختار مستودع بالمطار وحولوا لكات ووك، لدرجة أنه اللي حضروا كانوا بيمروا بكل إجراءات السفر العادية. وهالسنة شفنا التصاميم اللي تعودنا عليها مع بعض الألوان اللي كانت جريئة، والحضور استمتعوا كمان بالعرض اللي قدمه روبي ويليامز، فغنى أهم الهيت عنده. أما بيلا حديد فافتتحت عرض فلسفي على أغنية غالفانايز اللي فيها بيت شرقي. والحديد سيسترز بهالفاشن ويك سيطروا على الكات ووكس والأخبار، مع أنه كان في معاهم من أهم السوبر مودلز بالعالم، وبالذات جيجي حديد اللي خطفت الأنظار في عرض موسكينو، واعتبرت هذه اللحظة من أهم أحداث ميلان فاشن ويك. وجيجي حديد سيد يس، وهذا كان للودينج دريس اللي خطفت فيه أنظار الكل في عرض موسكينو، واستوحى جيرمي سكوت تصميم هالأوتستاندينج بيس من البترفلاي نت، وزين هاللونج فيل بفراشات ملونة عشان تكتمل الصورة. وبهذا العرض شفنا أيضا أختها بيلا اللي أطلت بوايت بينتد دريس باللون الأسود والبينك مع بيلت وبيك هات بنفس الألوان، والواضح أن السكتشز على القماش هو الستايل اللي اعتمدتها هالدار لموسم ربيع صيف 2019. وبأوتفيت ثاني شفناها بجمب سوت باللون الأسود من الدانتيل مع هيد بيس كلها ستونز، وبكثير من الألوان الفلاشي والأكسسوريز، وأبرزها الأكمام المنفصلة وإكسسوارات الشعر كمل العرض. فلبست كايا جيربر فستان ملون وأكملت إطلالتها بشابو وسليفز متناسقة. وما يكتمل أي عرض لموسكينو من غير التصاميم الأفانغارد، فالفساتين الغير تقليدية بألوانها الوردية والأحمر والسيلفر كانت الأهم. ومثل العادة شفنا كيندل جينر مع الهيوج برفيوم وبفستان ملون مع بو كبيرة على الظهر وتيل. وبعرض فيريزاتشي أطلت على الرانوي بفول بلاك لوك بفستان أسود وان شولدر من الحرير وبوكس باك، وكان العرض غني بالألوان والأقمشة وحتى الستايلز من الفساتين للكاجوال أوتفيتس، وأيضا شفنا النيون كولرز، وأكيد الجلد كان مسيطر على هالمجموعة، فلبسة تهجيجي وبلا حديد بديفرنت لوكس. وحضر هالعرض عدد كبير من الستارز مثل ليونا لويس وروزي هانتينغتون وايتلي، ريتا أورا، كيارا فيراني وزوجها فيديز. وهالكابل حرصوا أيضا أنهم يتواجدوا بعرض فندي اللي طغت عليه الألوان الترابية والهادية. وافتتح العرض بترنش كوت من البلاستيك باللون الكامل والأبيض، وشفنا معظم المودلز حاملين هالشنط من النيو كولكشن وأحذية فندي الفلات وأيضا الهاي هيل. وبهذه المجموعة شفنا الفول جينز أوتفيت، الجلد، الحرير وأيضاً البليتت سكيرتس.